شاهد بوديم أمس شهدنا جماعة أنصار الله اليمن ضربت إسرائيل بصاروخ هايبرسونيك فرد صوتي، ويبدو أنه أصاب هدفه. بعض الخبراء يقولون إن إيران هي التي أعطت صواريخ فرد صوتية لأنصار الله، أو زودتهم على الأقل بالتكنولوجيا اللازمة لذلك. السؤال في بحبوحة الحرب الإسرائيلية على غزة، هل إيران قامت باختبار صاروخ هايبرسونيك أو فرد صوتي على إسرائيل من خلال هذه التجربة؟ إذا الإنسان أراد أن يذهب إلى اليمن يطول الطريق به أسبوع. كيف هم يعني لم يلحظوا هذا الصاروخ؟ كيف انتقل إلى اليمن؟ نحن أنهم وجدوا هذه التكنولوجيا وهذه القابلية لأن يصنعوا هذا الصاروخ ليس أمرا اعتباطيا ويمكن في خلال أسبوع أو شهر الحصول على هذه التكنولوجيا، لا يمكن بسهولة وبفترة زمنية مختصرة. لكن إذا تقولون أننا ننسق مع بعضنا لمواجهة إسرائيل التي تقوم بقتل الأطفال والنساء ونحتج على ذلك، نعم هناك نظرة مشتركة. اليوم العالم يجري هذا كله، العالم تجري الإبادة أمام أنظار العالم ولا أحد يقف في مواجهة ذلك. أمريكا يزودهم بالصواريخ والقنابل والطائرات وأيضا يدعمونهم. إذا كانوا هؤلاء قلقين حيال أمن الأمن الإسرائيليين، لماذا ليسوا قلقين على أمن وسلامة الناس في قطاع غزة؟ العالم المتمدن والمتحضر يجب أن لا يسمح بأن يقتل هذا النظام هؤلاء الناس الأبرياء بقنابلهم وبصواريخهم وبإمكانياتهم، ثم يتهموا إيران بذلك. أنه نعم، هناك مشاكل كبيرة في طريق نقل هذه الصواريخ إلى اليمن، وليس لدينا أيضا من هذه الصواريخ، أيضا ليس من ذلك النوع. لدينا فرد صوتية صواريخ، نحن لدينا صواريخ نعم إطلاق الأقمار نحن نبعث الأقمار الصناعية إلى الفضاء، نحن لدينا قوة الصاروخية، لكن أن نعطيهم الصواريخ لا، فهم لديهم هذه التكنولوجيا وهم ينتجون ذلك. نحن إذا كان أن لدينا علاقات، نعم لدينا علاقات ولدينا نظر مشتركة، ونحن لا نريد أن يقتل هذا الشعب. القوانين التي يلتزموا بهذه القوانين التي يتشدقون بها، قوانين الدولية، متى تسمح القوانين الدولية بقتل الأطفال والنساء والشباب؟ القانون الدولي بقصف المستشفيات، لماذا هؤلاء غير مبالين إزاء كل ذلك؟ هل هؤلاء بشر؟